يعني انا يمكن مش من اللي بيتحمسوا قوي للمدرسه دي. يعني المدرسه التعديل انا عارف يعني تبدا دائما انه ليس مقدسا وانه مش قران وبالتالي يعني الكلام، لكن في ظروف. يعني خلينا نطبق على الحاله يعني رايي المصريه. الحاله المصريه دايما بقول هي الحاله اللي بيبقى بوست تروماتيك اكسبيرينس، يعني تجربه ما بعد الخبره. الـ يعني في هزه كبيره جدا جرت للمجتمع في بدايه هذا العقد، وطرحت منطق انه ان احنا محتاجين نمشي في عمليه التنميه كده لمده عقد ونصف او عقدين، وبالتالي مطلوب ان احنا نعمل استمرارية لهذا الموضوع ونعمل لها نوع من التحصين الدستوري.